اهلا بيكي سلطانه في دولما باشا سبا. دلوقتي احنا بنصور لايف تركيب رموش. دلوقتي اللي عندي تركبت هي رموش هير باي هير. هديك مركبها ايه المقاس؟ اه في 12 سم. الفرق هنا ما فيش رموش وفي 10 سم وفي 8 سم. دي 10 سم تركيب رموش. كيف ده يا ميكي؟ ده الفرق. ممكن تبقى اطول من كده. أوه. هي ناتورال ممكن اتقل او ناتورال. هير باي هير. هير باي هير. اه اتفضلي كده. الرموش دي ما فيهاش ما بتنقطش الهدوء. لا ما بتنقطش الهدوء. حضرتك بتحطيها ما بين الرمش الاصلي؟ اه ما بين الرموش. ما بين الرموش. عشان تبان طبيعية. مدتها قد ايه يا فندم؟ تقعد 3 اسابيع. تقعد 3 اسابيع. اه ممكن تغنيها ان هي تحط اي لاينر او ماسكارا. او ماسكارا. ايوه سلطانه حضرتك متعوده بتحطيها. يا سلطانه عايزين نسال حضرتك متعوده بتحطيها كل فتره؟ اثرت على الرموش الثانيه؟ متهيألي انا شايفه الرموش الثانيه ما شاء الله يعني. لا خالص بحطها من 3 اسابيع. بعد كل 3 اسابيع بحطها بتوضى عليها وعادي. بس ما بجيبش ما بدعكش عيني. ده اهم حاجه ان هي ما تنساش وتقوم جايه. ايه بنشطف وشنا عادي بس ما بندعكش عنينا خالص. اهي الرموش اهي. احنا بنحاول نقرب الرموش. هي لسه حطاها حالا فهي لسه الجلو بتاعها. الجلو بتاعها لسه موجود عشان كده قعدت شلعمها بتقعد لمده 3 اسابيع. بنستخدم يا جلو ميك يا اما ارديل. جلو ميك. في جلو يو اس اي كمان عند حضرتك؟ اه في موجود. ايوه ممكن حضرتك تحط اطول من كده. اه في اطول من كده. انا حطها حتى انا حاطه 12 بس دي 10. دي اللي حضرتك حطها دي 9 و10. ايه دي؟ لا دي 10. بس احنا ممكن نعمل اطول يعني. هي ممكن تفتح عينيها بعد قد ايه؟ بعد ما اخلص العين. بعد ما تخلصي خالص؟ اه عشان اشوف لو في فراغات اكملها. اوكي. احنا عايزين نشكر حضرتك. لا حبيبتي عايزك ما شاء الله برضو حاطه. دي 12. حضرتك حاطه برضو 12؟ دي 12. حاطه رموش برضو. حطيتيها لمده قد ايه يا فندم؟ 3 اسابيع بس انا ممكن بطول بيها اكتر يعني. برضو حضرتك مطولاها قوي. وحاطه تحت كمان؟ تحت كمان. حاطه تحت وفوق يعني ممكن حد يحط تحت وفوق؟ تحت بس تحت بنحط 8 سنتي. اقصر حاجه يعني. 8 سنتي. اوكي اقصر حاجه. طب كويس قوي للعروسه ان هي ممكن تحطها. كويس يعني ممكن تحطها تحط الميك اب تقعد معاها لو هي مسافره او كده. مشكله. طب يعني الوايت بتمسح حوالين عينيها وخلاص. طب يعني ممكن يوم الزفاف تحط الهير باي هير ولا تحط الرموش بتاعت الميك اب ارتس وبعد كده تيجي تاني يوم قبل ما تسافر مثلا تحط الرموش دي ولا ممكن قبل ما تسافر وممكن يوميها عادي زي ما هي حابه؟ طيب شكرا سلطانه. شكرا لحضرتك. دول ما بحشه سبا معاكي. بتيجي تشرفينا سلطانه. تيجي تشرفينا سلطانه ان شاء الله باذن الله في دولما باشا. تركبي رموش. احنا هنعمل لك عرض حلو قوي هنكتبه لك دلوقتي للرموش لمده 4 ايام. الرموش ناتورال. الجلو حلو جدا مش هيتعبك. ودينا اهو معانا حد بيركب وسالناه. وتشرفينا في دولما باشا سبا.